من جديد مرحب بكم ومرحب بالسيد الوزير معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء في هذا الحوار الذي أرجو أن نضع بين يديه العديد من الأسئلة المهمة ويضع بين يدينا العديد من الإجابات المهمة حول ما تم في أثيوبيا من نتائج القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الدول الثلاث السودان وأثيوبيا ومصر. مرحب بك سيد الوزير. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. نبدأ هذه الحلقة بتقرير ثم نعود للحوار. بعدما تباعدت الشقة بين الدول الثلاث بصورة غير مسبوقة، وبعد أن توارت اللغة الدبلوماسية مقابل صعود النبرة الحادة وربما الخشنة بين إثيوبيا ومصر من جهة وبين السودان ومصر من جهة أخرى، باغت رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي مريام ديسالين المراقبين بإجراء مباحثات ثلاثية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي جرت بأديس أبابا، وهي المباحثات التي جاءت بعد حالة من توتر العلاقات بسبب إصرار مصر على إشراك البنك الدولي في مفاوضات الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي، وهو ما رفضته أديس أبابا والخرطوم بحجة أن الدعوة المصرية تتقاطع كلياً مع مخرجات قيمة الرؤساء الثلاث في الخرطوم، والتي حددت مسارات عدة للتفاوض ليس من بينها الاحتكام إلى البنك الدولي. ليس ذلك فحسب، فقد جاء لقاء الرؤساء الدول الثلاث بعد توتر غير منكور في علاقة الخرطوم والقاهرة بسبب تجاوزات الإعلام المصري وتطاوله على السودان حكومة وشعبا، وبسبب التعديات التي تقوم بها الحكومة في حلايب، الأمر الذي جعل وزارة الخارجية تسحب سفيرها في القاهرة بغرض التشاور في خطوة برهنت برأي الكثيرين على أن الحكومة السودانية ليست راضية على صمت الحكومة المصرية تجاه تناول الإعلام المصري السالب للشأن السوداني. الشاهد أن قمة رؤساء الدول الثلاث جاءت عقب لقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما سجل الأخير زيارة إلى مقر إقامة البشير في أديس أبابا، وهي الخطوة التي فسرها بعض المراقبين بأنها محاولة من القاهرة للتهدئة وتطييب الخواطر بعدما سحبت الحكومة السودانية سفيرها من القاهرة. وأيضا جاءت القمة الثلاثية بعد لقاء جمع البشير برئيس وزراء إثيوبيا هيلي مريام ديسالين، وهو اللقاء الذي مهد كثيرا لتقارب وجهات النظر، الأمر الذي جعل قمة الرؤساء الدول الثلاث تفضي لتشكيل لجنة دائمة لحل القضايا الخلافية بقيادة وزراء خارجية ومدراء أجهزة الأمن ووزراء الري في البلدان الثلاث، في محاولة لردم الهوة التي تسعت بينهما في الفترة الماضية. فهل ستتمكن اللجنة الدائمة من ترميم الشروخ التي ظهرت في جسد العلاقة بين الدول الثلاث؟ وما مصير المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في التفاوض حول سد النهضة؟ وما تأثير قمة الرؤساء على مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث؟ السيد الوزير، يعني لعل السؤال الاستهلال، يعني الأزمة كانت في شدتها، فجأة لقاء بتاع ساعتين ونص بين رؤساء الدول الثلاث، وتم الخروج للإعلام وقيل أنه الآن لا أزمة. يعني كيف انتهى الأمر بكل هذه السهولة؟ يعني ما هو السر، ما هو الجديد الذي جعل هذا الأمر ينفرج بكل هذه السهولة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك الأخ الأستاذ الطاهر والمشاهدين الكرام. الحقيقة طبعا كلنا مفروض نأخذ الكلام ده في سياق تاريخ هذه القضية، خاصة أنه المشروع كبير وبيهم الدول الثلاث، ومر بمطبات أصعب من كده، ويعني وصل التهديد لاستخدام القوة بين الدول، ودي كانت عملية جدية. الواحد لما يقارنها بما حدث اليوم، يعني لا أكاد في سياق ما حدث في السابق أن تسمى أزمة، ولكن هي طبعا مطبات مستمرة في هذا المسار، لأنه في ولادة جديدة لواقع جديد كبير جدا يهم 250 مليون من ساكني هذا الجزء من حوض النيل، والأمر يستحق العناية الكافية. وأنا من البداية كان رأيي ثابت أنه ما هي أزمة، ولكن هي ملمح طبيعي لطبيعة ولادة مثل هذا التاريخ الجديد. وبالتالي أنا كنت على يقين أنه الأمر كان وصلنا مرحلة محتاجين فيه لضخ
دعم سياسي رئاسي قيادي على مستوى قيادة البلدان الثلاث لإعطاء مزيد من الحيوية للمسار الماضي. وأعتقد هذا هو الذي حدث، يعني لم تكن هناك مشكلة بقدر من أنه كان المسار يحتاج لمضخة جديدة من الإرادة السياسية، وهي التي توفرت، سنمضي بها، أتمنى أن توصلنا إلى خط النهاية، وإذا عجزت حتضخ مرة أخرى يقينا ونمضي إلى الأمام إن شاء الله. يعني البعض طبعا متفاجئ من شدة التحول أو سرعة التحول، يفسر الأمر بأنه محض تكتيك، يقول أنه مثلا المصريين محتاجين لهدأة، عندهم انتخابات، أثيوبيا تعاني من إشكال في تمويل السد، السودان ظرفه الاقتصادي، ولذلك المسألة كلها برمتها محض هدنة مؤقتة وليست حلا استراتيجيا. والله هي طبعا ما قضية سياسية عارضة أو سوء فهم، ده مشروع حقيقي بيبنى، يعني دي عملية الواحد أنا شايفها ما مش في السياق أبدا، ده مشروع ماشي وماضي عنده نتائج ويجب العناية به وكذا. أما التحليل طبعا بيكون عمل مفتوح، لكن أنا أعتقد الأمر أعمق من كده وأقوى وأرسخ. أما كونه في ظروف في الإقليم وفي العالم كله بتنضج الخيارات، هذا أمر بشكل عام موجود يعني، لكن لا أرى أبعد من ذلك يعني. طيب الآلية هي الجديدة، يعني الآن في لجنة ثلاثية المخرجات، يعني لجنة ثلاثية في المخابرات في الري في الخارجية، وفي مقترح بتاع صندوق دل ما يعني ما برز، وفي مدى زمني شهر، فشنو في الثلاثة دل ممكن نقدر نقول يعني أن نهجا جديدا، لأنه أنت حترجع تاني لمنصة الخلافات من جديد، ترجع اللجنة دي في ظرف شهر مفروض ترجع للنقطة اللي بدأت منها الخلافات، اللي هي كانت التقرير بتاع الاستشاري، وكان هنالك اعتراض على تقرير الاستشاري، فحتمضي إلى الخلافات بأي نهج جديد، يعني حتى نستطيع أن نقول أنه حتتجاوز الأزمات كيف؟ والله هم الموضوعات الثلاثة اللي فضلت بهم، أولا هم تجليات لفكرة يعني مش جديدة ولكنها أصبحت ناضجة جدا، أعتقد ذلك إذا صدقت النوايا خلصت كلها هي منبثقة من نقطة واحدة، وهي أننا نفكر من الآن ولاحقا ككيان واحد وليس كدول ثلاث، وبناء على هذا المبدأ إننا ننظر إلى العلاقة ليس من فرجة سد النهضة، ولكن ننظر لها بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتكامل الإقليمي بأوسع أبوابه. وفي هذا السياق جاءت الأمور الثلاثة التي تفضلت بها، أولا صندوق البنية التحتية، بحيث أنه تربة الدول الثلاث بالطرق والسكة حديد والمطارات ومنصات الإنتاج والتبادل الاقتصادي والتجاري إلى آخره، فبالتالي ده الفهم أنه نبقى كيان واحد. فيما يخص الدراسات أو الآلية التي كونت، اللي هي وجهوا رؤساء الدول الثلاث أنه يجلسوا الوزراء مع أجهزة المخابرات، لأنه في تداخل، يعني نحن شفنا في الشهرين ثلاثة الأخيرات ديل إنه عملية الأمن الإقليمي أو الأمن بين الدول الثلاث يطل برأسه في كثير من خلفيات التناول الإعلامي أو السياسي، لم يعد من الممكن استبعاد هذه الجوانب، فبالتالي مشكل في المعلومات كذلك. في شارع السبيل بيقول إنه المعلومات التي تبني عليها القاهرة مثلا معلومات ليس صحيحة، هل دخول المخابرات جزء من موضوع المعلومات مثلا؟ والله هي محاولة لقتل أي سوء فهم في مهده، بدل ما تترك المعلومة تمضي وتمشي وتعتمد ويبنى عليها سياسة وخطة، على الأقل يتم استضاح الأمور أولا بأول، ولكن على الأقل في سياق اليوم، في أننا الناس يجلسوا في غضون شهر بين المكونات الثلاث دي، هي لمحاولة تفريغ سد النهضة من أبعاده المتوهمة في بعض الأحيان وفي بعض الدوائر من نواحي أمنية واستراتيجية وسياسية، ليخلص عملا فنيا خالصا حتى نستطيع أن نمضي بالمسار الفني إلى مدى. وفخامة الرؤساء الثلاث طلبوا حل في غضون شهر من الآن، وبالتالي أصبح الآن واجبنا أن نأتي بهذا الحل، وهو ممكن إذا خلصت النوايا. الجديد في الذين سيعودون إلى المنصة هو وجود المخابرات،
والله إن كانت غايبة يوما لا أعتقد كانت ما كانت غايبة لكن ظهرت الآن على الأقل. طيب لو فككنا المشكلات يعني هذا النهج الجديد النهج بتاعنا الدول تتحدث بلسان واحد مصلحة واحدة عندما تمضي للقضايا الخلافية كيف تتوقع أنها تعالج مثلا الموضوع بيوت الخبرة الاستشارية؟ والله هو أنا أعتقد أنه ليس القضية أنه تكون في خلافات، القضية أنه نعجز عن حل هذه الخلافات. الخلافات دوما هي واحدة من ملح الحياة، يعني أنه يكون في تباين وفي وجهات نظر مختلفة، ولكن أن تعجز دول ثلاث يعني من قيادتها إلى قواعدها أن تصل لحلول جيدة تراعي مصالح الشعوب هذا هو الخلل. وبالتالي أعتقد ستكون هناك خلافات، ستكون هناك تحديات كما كان الحال عليه في السنوات الماضية 6 أو 7 سنوات من الصعود والهبوط، ولكن دوما حيثما توفرت الإرادة وأخلص النية أخلصت وتوفرت الإرادة السياسية والعمل الفني المتقن المدروس تكون دائما الحلول ممكنة. هذه التجربة حتى الآن، وأعتقد الآن ما أمامنا من قضايا حقيقة كشاهد على عصر هذه القضية هذه من أخف القضايا اللي واجهتنا، ولكن ربما صادفت لأنه صراحة في بعض مكونات الإقليم والمنطقة عندها الأمر مسيس بدرجة عالية، وحيثما دخل التسييس طبعا يحتاج الأمر لدوائر أوسع وضمانات أكبر ونقاشات أعلى، ولكن على المستوى القضايا الفعلية المتوقفة أمامنا لا أرى في الأمر يعني شيء يعني صعب أو يصعب حله، ولكن عملية بتاعت سياق وبيئة نقاش أتمنى أن تتوفر. يعني السد يمضي في الأسلوبين ماشيين في السد ماشيين في طريقهم يعني، والمفاوضات تمضي في طريقها، والآن في مدى زمني واضح أن المدى الزمني ده يتطلب الآن عجلة في اتخاذ قرارات. أنت أشرت إلى حلول سميتها بين قوسين غير تقليدية، ما هي الحلول غير التقليدية التي تضمن أن تواكب المفاوضات الجانب العملي الذي يمضي فيه الأثيوبيين بذات خطتهم الموضوعة، وإن تأخر السد نشأت يعني كذلك؟ طبعا يعني أنا أحب بس أركز برضو بين يدي الإجابة على سؤالك الكريم إنه الحقيقة لم يطرح يوما بين الدول الثلاث إيقاف صد النهضة، فبالتالي يعني ما في شيء خاص في التنويه بأن السد يمضي أو لا، هذا أمر متفق عليه أن يمضي، ولكن كل التركيز على ألا يحدث ضرر أثرا بليغا أو significant harm زي ما بقوله في القانون الدولي، فبالتالي هذا هو محل التركيز. فيما يلي الإجابة على إنه ما هو الحل التقليدي، يعني هو لأنه نحن متفقين مع الاستشاري إنه نديه 11 شهر عشان يدرس الآثار دي أو يدينا الجايدنس أو المؤشرات اللي نمضي عليها للأمام، وطبعا هو لسه في التقرير الاستهلالي وأمامنا لسه 8 أو 9 شهور، ولكن الخريف أو الفيضان بيجي في 6 شهور أو كذا، فبالتالي هنا بتجي توجيه الرؤساء إنه عاوزين حل في شهر، حل في شهر غير 11 شهر بتاعت الاستشاري، فهنا بتأتي عملية ابتكار حل يمكننا من المضي قدما متحدين كدول ثلاث ويمضي العمل. بمعزل عن الاستشاري ليس بالضرورة، ولكن ربما يمهد هذا الحل لعمل أيسر الاستشاري أو يعطي مقدمة تقوده أو يؤديه نوع من المعونة والمدد، أو ربما يحدث أي تغيير آخر، ولكن ما أؤكد لن يكون عملا متناقضا مع الاستشاري. أو هو ببساطة يعني الاستشاري عاوز يعمل شنو؟ هو ما عاوز يعمل اكتشاف جديد، هو عاوز يوصلنا لدراسة نكون نحن مجمعين على كدول ثلاث، وإلا كل دولة درست، يعني السودان درس زمان ما يجب أن يكون عليه أو يمكن أن يكون عليه الحال في سد النهضة، ولكن دراسة السودان تبقى دراسة وطنية غير ملزمة للدول الثلاث. الاستشاري كل الحاجة يعمله يدينا دراسة تكون الدول الثلاث مجمعة عليها، هذا هو المطلوب. أما نحن ما منتظرين يجينا استشاري يورينا حاجة نجهلها في السودان، وأعتقد نفس الشيء بالنسبة لمصر وأثيوبيا، وأتوقع يعني أو أتخيل أو أأمل هذا هو الحال. فبالتالي العملية ليست بهذه الحدة، ونستطيع أن نمضي كدول ثلاث وحلينا أصعب من هذا بكثير،
ويمكن تبدو متفائل يعني. والله أنا واثق في أصول قضايا الأمور، يعني لا يصح إلا الصحيح. طيب فبالتالي ما في مشكلة، ضعنا في العقدة، يعني العقدة اللي انفضت بها الناس كان هو التقرير الاستهلالي بتاع اللجنة الاستشارية. الآن في موضوع ملأ السد نفسه، وكان في موضوع خاص بإدارة السد. أفتكر موضوع إدارة السد الآن خارج لا هو إدارة طيب لا هو طبعا شيء سيادي، ولكن ما نصت عليه واتفاق المبادئ تكوين آلية تنسيقية لتشغيل السد كجزء من منظومة تضم سدود ومشروعات السودان وسدود ومشروعات مصر كلها تشتغل كمنظومة واحدة، وبالتالي بيكون في بيانات بتجينا من السد وبيانات نديها للسد عشان يكون التشغيل أمثل، فهذا هو المطلوب. أما نحن ليس بصدد يعني أن نتعدى زي ما المبدأ الثالث في اتفاقية المبادئ في الخرطوم احترام سيادة الدول، وبالتالي نحن ليس بصدد إدارة منشأة أثيوبية عن طريق خبراء أجانب السودان ومصر أو كذا بقدر، ولأنه نحن ذاته مروي ما بنقبل يشغلوا لنا جهة أخرى، فهذا هو الحال أعتقد هذا. لكن بل الـ 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 الآن يعني ملأ السد طبعا برضو في اتفاق حوله، إنه الدراسات يعني تفيد من يملأ ويشغل ببيانات ومعلومات ومتطلبات تخليه يملأ بشكل صحيح ويشغل بشكل صحيح بحيث أنه ما يحدث ضرر إلى آخره، فهذا هو يعني أعتقد هذا هو العمل. أما النقاط اللي توقفنا عندها في الدراسة هي نقاط بسيطة واضحة جدا. النقطة الأولى إنه الاستشاري دخل في التقرير الاستهلالي اللي هو ده بيتبني عليه كل الدراسة في موضوعات أثارت تساؤلات على الأقل عند الأثيوبيين وعندنا، تتعلق بملوحة البحر الأبيض المتوسط ودخول الدلتا بسبب سد النهضة إلى آخره بتوسع لم يكن هو في اتفاق عليه، فاعترضوا بعض الأطراف وأطراف وافقت إلى آخره. السودان قدم مقترح اللي هو طبيعي، إننا نكتب خطاب ثلاثي من الدول الثلاث نستفسر الاستشاري، نقول له يا أخي إلى أي مرجع استند في أن تمضي في هذا الأمر، ويجيبنا يا إما ورانا إنه ده ضمن العقد أو اكتشف إنه هو خالف العقد ويرجع، أو نكون نحن جاهلين بعض الجوانب ونرجع إلى الصواب. الحقيقة المصري رفضت هذا الأمر، وبالتالي يعني لا يمكن استشاري يكتب اللي عاوزه ونحن علينا أن نتبع، لكن من حقنا كدول ذات سيادة استأجرت استشاري يقوم بخدمة، من حقنا أن نسأل عن طبيعة الخدمة، وإذا في حاجة ما واضحة نستفسر عنها. وتجاوز التفويض بتاعه حتى الآن إلى أن يجيب، ولكن أن يكون طرف يصر إننا ما نسأله فهذا هو العجب يعني. فبالتالي طلع عليه الإعلام، وواحدة من سوءات حقيقة التعاطي مع هذا الأمر أن يخاطبنا الإعلام ولا يخاطبنا المسؤولون، وبالتالي طلع الإعلام وورى إنه مصر قبلت التقرير والسودان أثيوبيا رفضوه، وليست بهذه البساطة يعني إن لم تكن أمره مقصود. أتمنى هذا التبسيط مخل، نحن من حقنا أن نسأل ونستفسر الاستشاري. أما النقطة الثانية كانت تتعلق بأنه من وين نقيس الأثر، السودان يرى أننا بصرف النظر عن الواقع اليوم نحن نقيس الأثر علينا وعلى مصر انطلاقا مما هو متضمن أو مبني عليه اتفاقية 59. وجدنا أنه الأمور يعني بلغة أو بأخرى لا نمضي مما هو عليه والحال الآن، ووجدنا للأمانة منهم كلام عن إننا والله هذا هو المكتوب في الخدمات الاستشارية، وطلعنا لهم الكتب وجدنا إنه في سوء فهم إن كان لغوي وإن كان أي شيء، لأنه المكتوب معليش أنا أقوله وبعدين أترجم لأنه كان المكتوب إنه ننطلق من الـ existing operation rules نظم التشغيل القائمة، هم كانوا فاكرين إنه ننطلق من الاستخدامات الحالية وديك existing uses of the water of the Nile waters. فبالتالي في فرق كبير بين أنظمة التشغيل القائمة وبين الاستخدامات القائمة، لم تنص المرجعية العمل الاستشاري على أن نقيس الأثر من يعني استخدامات ما القائمة. ما هو الضرر في هذا على السودان حتى يفهم المشاهد
يعني وجه اعتراضكم في هذا الموضوع؟ والله الضرر السودان من كل كمية المياه الماشية دي بيستخدم 12 مليار و600 12 مليار و400 ألف متر مكعب. فبالتالي إذا قلنا ننطلق من هنا فهذه وثيقة رسمية معناته السودان مقر بأنه هذا هو الحال. وبالتالي أي أثر بمعنى شنو يعني إذا السودان أخذ حصته ده بيعتبر أثر سالب لصد النهضة على مصر، وبينما هي حصة متفق عليها أو حق متفق عليها وجملة حقوق الحقيقة ليست هي فقط الـ 18 مليار أو غيره. فبالتالي إذا قبلنا بهذا معناته أي تغيير من واقع اليوم هو يعتبر أثر سالب، وبالتالي يعني مش حق يرجع للسودان إنما ضرر يجب أن يجبر لمصر على سبيل المثال. طبعا ده أمر غير صحيح، يعني نحن غير مفوضين إطلاقا أن نمضي في هذا، وبالتالي ما لا نستطيع أي حال وسط في هذا غير ممكن. وكذلك في فقرة ثالثة يعني نحن السودان كان طالب بها بيسموها في القانون ديسكليما كلوز أو نوع من فقرة تبرؤ في إنه والله طبعا ده موديل كبير الحي يستخدم، فإذا أدخلنا أي معلومة لصالح إنه نشغل هذا الموديل عشان نفهم الأثر هذا لا يعني هذه المعلومة تعطي حق لأي دولة. يعني إذا فرضنا مثلا إنه والله في طرف بيستخدم 60 مليار ولا 70 لغرض النمزجة، ده لا يعني إنه الطرف ده بكرة يشيل الوثيقة ويقول ما هو مكتوب أنا بستخدم كده وإذا ده حقي وإلى آخره. فقلنا إذا في أي طرف عايز مياه زيادة يجي يفتح باب نقاش، وإذا في الدول عاوزة تتعامل معها تتعامل، وإذا ما عاوزة تتعامل من حقها، لكن مش من باب النموذج تقول هو مكتوب في النموذج إذا ده حقنا وكذا. فكتبنا قلنا بطريقة واضحة يكتب إنه يعني أي معلومة دخلت لغرض النمزجة لا تعطي حق ولا تمنعك حق كدولة، واللي أنت لو عاوز حق تشوف بالأطر بتاعت منح الحقوق. هذه هي القضايا، فما عاوز لها حقيقة ذات خبرة ولا عاوز لها قضايا واضحة يعني وبسيطة وما في أي حاجة. إذا النوايا سليمة والأطراف كلها جادة ما أعتقد مفروض تكون دي قضية إطلاقا يعني. طيب المصريين كانوا مصرين على إدخال البنك الدولي، والرواية التي خرجت في الإعلام الأثيوبي تقول بأن مصر طلبت إدخال البنك الدولي كطرف وعزل السودان. ما مدى صحة ذلك؟ لا هو الأمر في حد ذاته كمن حيث الفكرة مصر ما أنكرته وقالت هي اقترحت البنك الدولي. بيبقى النقاش هل تم طرح رسمي لاستبعاد السودان أو عدمه. هذه المنطقة الرمادية شوية وبصرف النظر يعني احنا بنتعامل بشكل رسمي، والرسمي ما جانا كلام عن استبعاد السودان، لكن أنا أعتقد ليس ثمة عاقل يفكر أن يبعد السودان لأنه هذا عمليا غير ممكن. وأطول مجرى لنهر النيل إطلاقا هو في السودان، وأنا أعجب كيف يستبعد صاحب أطول مجرى في هذا النهر العظيم. وأعتقد هذا كلام ما منطقي حتى لو صدر من أي جهة. وإذا الهدف هو تسريع الوصول لحل فهذا أبعد الطرق للوصول لحل سريع، لأن البنك الدولي مؤسسة عريقة كيفما اختلفنا أو اتفقنا حولها عندها نظم وأسس، يعني لا تستطيع أن تحكم أو تتدخل في قضية علشان خاطر طرف أو طرفين بقدر ما أنه الأطراف الثلاثة لازم تجلس مع بعض وتتفق وتوقع خطاب مشترك وترسله، ودي عملية عشان إحنا نقعد ونقتنع إنه ذات البنك الدولي مطلوب، وبعد نتفق نعمل خطاب ونعمل ليه ويوافق، ولما يوافق نديه نطاق أعمال ونتفق على النطاق ونديه المدى الزمني ويدينا نتائجه وأكد ليه 5 إلى 7 سنوات ستمضي. فما هي الحكمة أن نمضي 5 سبعة؟ وبعدين ما هو السبب إحنا ما توصلنا ليه من اتفاقات؟ يعني برانا كده لحالنا كدول ثلاث على مستوانا الوطني أعقد وأكبر كبير من القضايا المطروحة. يعني أنت ممكن تتخيل اتفاق المبادئ الذي وقع في الخرطوم هي أول وثيقة في التاريخ توقع على مصر وأثيوبيا على الإطلاق في نهر النيل، لم يحدث في تاريخ هذه الدول أن وقعت على وثيقة واحدة كدولتين، والسودان وقع سابقا مع مصر وواقع مع أثيوبيا، لكن مصر وأثيوبيا في وثيقة واحدة هذه أول مرة في التاريخ. هذه تمت بكفاءات وطنية، كيف عشان نحن نحدد
نرجع ل 59 ولا نخاطب استشاري ولا يرد نجيب لها بنك دولي. يعني كلام الواحد ما قادر يتخيل هل هو ناتج من اضطراب ولا ناتج من غياب معلومة ولا ناتج من تجاذب ولا ناتج من شنو. لكن لا يعقل إنه تنجز وثيقة تاريخية لم تحدث على منذ الخليقة يعني, ونجي بعد شوية عشان قضية صغيرة نجيب طرف ثالث. أعتقد هذا الأمر ما لافق, وبالتالي يعني مات موت طبيعي لأنه غير ممكن هو, وأعتقد تجاوز الزمن عمليا. يعني هل ساهم الأثيوبيين في موته؟ والله قوة الحقيقة هي صاحبة الطلقة الحقيقية في أن يمضي هذا الأمر إلى نهايته. وما أتوقع كان ممكن يكون في طرف يرد غير الرد الذي سمعناه يعني عن هذا الموضوع. وبالتالي يعني السودان كان موقفه واضح, نحن ليس لدينا مشكلة مع البنك الدولي أو كفاءته, ولكن هذا تدويل غير مرغوب, والسودان موقفه واضح تجاه تدويل أي قضايا يمكن حلها وطنيا. وبالتالي سنمضي بكفاءتنا كدول ثلاث لحل حالة قضايانا, وعلى يقين إنه ما نصل له كدول ثلاث بإرادتنا هو قابل للاستدامة والبقاء مستقبلا, ونستطيع أن ندافع عنه, وما بتكون عندنا أدنى حساسية أنه فرض علينا, وهذا هو الذي سيبقى إن شاء الله. يعني البعض يقول أنه الوزارة الخارجية وزير الخارجية المصري قال نحن عرضنا هذه المبادرة على الخرطوم, مبادرتهم التي طرحوها في أثيوبيا بعد لقاء بوزير الخارجية الأثيوبي, قال عرضنا هذه المبادرة على الخرطوم, وعلى ضوء الاتفاق الأخير على ضوء الخلاف الأخير واضح أنه كان خلاف سوداني مصري في موضوع 59 والاستعمالات الحالية. البعض يعتبر أنه الحديث عن عزل السودان كان حقيقيا بمثل هذا المنطق يعني. والله طبعا كنت أتمنى في الساعة دي أكون محلل مستقل عشان, ولكن يعني القضية قضية على أي حال. سحب السفير أخذ شاهد كذلك عملي على هذا يعني. والله طبعا العلاقة حقيقة واجهتها تحديات حقيقية أو مش واجهتها, ظلت مواجهات تحديات حقيقية, لكن لأول مرة يتم التعاطي بشكل حقيقي وموضوعي مع التحديات. يعني تغافلها ومحاولة يعني الطبطبة عليها وتناسية وتجاهلها أعتقد لم يعد ممكن, وكان ما أعتقد في خيار أمام أي طرف إلا أن يمضي حيث يجب أن يكون القرارات السليمة. وأعتقد الآن الفهم أوضح والأمور طيب ستمضي. الآن هناك يتحدث عن منهج التعاطي في هذه الأزمات. أنا قبل قليل يعني قريت تصريح لوزير الخارجية أنه حلايب ستكون في الاجتماع القادم, ما مدى صحة ذلك يعني؟ هل هي حتكون واحدة من أجندة اللجنة الثلاثية ولا هي بس معنية فقط بسد النهضة؟ والله هو في موضوعين يعني في آليتين. الأغندور بيتكلم عن اجتماع في القاهرة غير الآلية دي, فخامة الرئيسين عمر البشير والسيسي لما اتقابلوا اتفقوا انه يحدث اجتماع ثنائي لقضايا ثنائية تعلق بين البلدين, واعتقد ده تحدد له مطلع فبراير الاسبوع الاول من فبراير, وهناك سيطرح هذا الامر. واما الآلية الاخرى في الدول الثلاث وزراء الخارجية والمياه والمخابرات لسد النهضة هذا موضوع تاني برضه هيكون في شهر. طيب يعني في حديث عن المنهج, خلينا نتكلم عن المنهج الكلي للتعاطي مع هذه الأزمة. يعني هناك من يقول في مصر تحديدا بأن السودان اختار أثيوبيا حليف وقدم حلفه على أثيوبيا على مصالحه الوطنية. يعني سيد الوزير أنت تخاطب الرأي العام, يعني كيف تعاطيتم مع هذا الملف تحديدا, خاصة البعض كان يعتبر أنه واحدة من الإشكالات التي لازمت عقلنا السياسي أنه ظل يتعاطى بالعاطفة مع مصر في ملف المياه. فهل يتهم العقل السياسي الآن الذي يدير الملف أنه يتعاطى بالعاطفة مع أثيوبيا كذلك؟ والله شوف هو مبدأ, أنا والله من حيث المبدأ كونه السودان ده يهنا يهنا, أنا أفتكر دي ذاته فيها استخفاف بالسودان شوية صراحة من أي طرف جاءت. السودان بلد راسخ قوي متين في قلب الغارة وفي قلب الحوض, ولا يمكن الوصول لأي حل بدونه, ونحن بشكل واضح وصريح ما عاوز لا اثنين يختلفوا عليها, نحن نركز على مصالحنا
ولكن على وعي تام. مصالحنا ليست بالضرورة أن تمر عبر ضرر الآخرين، انتهى. فبالتالي في هذا السياق ما في سبب يخلينا نقيم حرب ولا نقيم أزمة ولا كذا عشان نصل لمصالحنا. مصالحنا بندافع عنها بالوعي والقوة والدراسة والعلم والوضوح والصدق والمباشرة والقبول التحدي والتفاهم السليم وفرض الحجة بالمنطق. وإذا في أي طرف تعوز هذه جانب من هذا فهذا أمر يتعلق بأطراف أخرى. السودان لا مع إثيوبيا ولا مع مصر، السودان مع مصالحه، ونحن على يقين هذا الأمر ما في أي سبب يخليه يبقى قضية بتاعت إضرار بطرف أو آخر، لأنه الأمور يمكن أن تمضي بدون ضرر زابال يعني. وبالتالي هذا هو موقف السودان. كونه يعني السياق العام يأتي في لحظة أو في شكل أو في تجلي أو إعلام يفهم إنه هذا وقوف مع هذا ضد هذا، وإذا في فترة من الفترات كان في فهم أي إعلام إنه السودان بيقف كيفما كانت المصالح يقف في اتجاه وهذا الأمر فقد أو لهذا، أنا أعتقد ده تطور طبيعي يعني، ما أعتقد دي عملية يعني فيها مشكلة. نحن مع مصالحنا، ولكن مصالحنا يعني بفضل الله لا تتضارب جوهريا مع أي طرف آخر. يعني يقولون بحكم العاطفة أهملتم الآثار السالبة لهذا السد ولذلك واتخذتم القرار. يعني كان في ناس كثير وجهتهم أنه لا والله سد النهضة عنده آثار سالبة علينا، لكن تم تغافل ذلك وتم اتخاذ القرار الآخر. وشوف كل صنع بشر كيفما كان يعني الخلق الكامل دعين لله سبحانه وتعالى، أما كل تدابير البشر عندها سلبيات عندها إيجابيات، ولكن دائما الإيجابيات أنت بتعززها والسلبيات تجد لها حلول. ده نحن موقفنا واضح، نحن ما قلنا سد النهضة ما عنده آثار سلبية على الإطلاق، لا، عنده آثار إيجابية هائلة على السودان، عنده بعض السلبيات ولكن وصفنا ما هي طبيعتها حلها التعامل معها، ولكن من خلال دراساتنا وجدنا إنه هذا الأمر يمكن حلوا في كثير من جوانبه بشكل كبير جدا عن طريق التشغيل والمشترك وتنظيم الأمور وترتيبه، لكن ما في قضية جوهرية يعني يصعب حلها. وبالتالي حدرسنا السد من حيث أثره على الري، من أثر الكهرباء، من أثر النافيجيشن أو تسميه النقل النهري، من حيث مضخات الري من النيل، الأطماء سواء كان في القاع ولا المحمولة الزائبة أو الري الفيضي أو ما دروس دراسة كافية، حد المياه الجوفية، فحددنا وين المشاكل وكيفية حلها. فكونه نقول والله عنده آثار إيجابية كبيرة وعنده آثار سلبية، هذه الآثار وجدنا لها حلول إلى حد كبير جدا ما حتكون عندنا مشاكل، ما هي المشكلة في هذا؟ أنا ما أعتقد، لكن ما أعتقد واحد قال إنه آثاره السلبية صفر وكله إيجابي، لكن إجمالا إيجابي ولا شك يعني في هذا. والحقيقة ده ما كلامنا نحن، يعني مصر نفسها يعني عقيدتها كانت في المياه قائمة على التخزين في أعالي الأنهار، عملت أوين في يوغندا زمن الناس ما بيعرفوا السدود، وعملت جبل أولية جوا السودان سنة 37، وين نحن متكلم من زمان، ولما بدوا السد الأسفل تانا ده زمان وقت الناس برضو السدود قرون لورا. فالفكرة سليمة هي كونك تخزن في أعالي الأنهار خاصة في حتات رطبة وما في استخدامات لري كبيرة ومعظمة للتوليد الكهرباء إلى آخره، فكرة صائبة بتولد لك بعض الإشكالات والتحديات تقعد تعالية وتمشي لقدام. يعني تذكيرا بفوائد السد، هناك من يقول هل توافق على هذه العبارة بأن سد الهضبة هو بمثابة السد العالي للسودان؟ نعم صحيح، يعني أنا أعتقد من حيث المبدأ صحيح، وطبعا بس في ظلال يعني أشقائنا في مصر يسمعوا الكلام ده، هم في ذهنيتهم هو اللي عمل لهم الزراعة الهائلة وبيفتكروا معناه نحن بنقصد سنزرع بلا حدود ونمضي بلا كابح ولا بلا واعظ. هذا الكلام طبعا ظل سلبي ما صحيح، عندنا اتفاقية 59 صحيح، عندنا أراضي واسعة، عند النيل الأزرق يمكن الأراضي الصالحة للزراعة تتجاوز 11 مليون فدان، ولكن
هذا لا يعني أننا سنزرع كلها على النيل بالنيل مياه النيل. عندنا حصة وعندنا حقوق في النيل وثابتة ومعروفة، سننضبط بهذا. وأنا برضو أعجب لما أسمع في الإعلام المصري إنه في شكوك على إنه السودان سيمضي بيد مطلقة يفعل ما يريد، وهم عندهم أكبر بعثة للري المصري خارج مصر، يعني كل النيل موجود فيه محطات موجودة فيها الري المصري وبيقيس وشايف وعارف وعنده تقاريره وما في شيء مدسوس يعني، وكل شيء مكشوف. فأعتقد الري يعني في حدود حصتنا ده حق، ما أعتقد يعني بعض يحتاج التذكير حتى في الإعلام المصري لبعض الإعلاميين المصريين بأن سد النهضة يقام في أثيوبيا وليس في السودان. لا هذا هو، فهي كده. وطبعا يعني في نهاية المطاف يعني السودان لم يبادر بهذا السد، وإن نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا. لكن في الجوهر هو كأنه ما يقول أنه جوهر الفائدة الحقيقية هو التخوف أن السودان يزرع، وأنه هذا دكتور سلمان قال لي في أحد من الحوارات أنه من فوائده على السودان أنه يستطيع يزرع 3 دورات زراعية. هو والله شوف يعني طالما السودان ملتزم باتفاقية 59 وما أعتقد من حق أي شخص أن ينزعج. والسودان يعني نحن من قيامنا وديننا وأخلاقنا أن نلتزم بالاتفاق حتى مع الكافر غير المسلم ومع الكتابي ومع كل إنسان يعني. أما الجار والعربي والمسلم فأدعى أن نلتزم. ونحن يا أخي يا طاهر نحن على المستوى الشخصي إذا بنبتعد عن الحرام وأكل الحرام لن نسقي شعبنا ماء حراما، ما هنشيل موية ما حقتنا. لكن كمان يا أخي موية حقتنا واتفاقية موجودة، ما يما تتلغي يما تنفذ. فأما والله إذا في شكوك إنه السودان يعني ما حيلتزم أو كذا، لا نجي نجلس يعني يورونا الشكوك ونشوف كيف نحلها. لكن إجمالا كده إنه السودان ما يقرب هذا الأمر وكذا أعتقد برضه ما موضوعية. وبالتالي أن إحنا ملتزمين بحصتنا في فوائد كبيرة يعني الكهرباء، بس خلينا من القضايا الأخرى، سيرتفع التوليد المائي من 10% إلى 40% بدون أي استثمارات إضافية ذات بال في يعني اليوم إذا لإنتاجنا من الكهرباء التوليد المائي تفوق 9000 جيجاوات ساعة في السنة، يعني حتمضي لعشرة 11 12 ألف جيجاوات ساعة في السنة. دي عملية كبيرة لأنه الآن هو قريب 50% التوليد المائي، حيمشي معك توليد كبير ورخيص وقليل التكلفة إلى جانب المجاري النهرية والنافيجيشن أو النقل النهري. المضخات للري حتكون أيسر، زمان يقول لك البحر شرد والبحر كذا ومضخات وتعب، الأمور تكون أفضل. الأطماع حتقل جدا خاصة الزاحف في أسفل قاع النهر والمشاكل في الجزيرة والمشاريع الزراعية والضنابيات والغير والمشاكل اللي تحصل. أعتقد فوائد كبيرة جدا بالنسبة لنا، لكن نؤكد إنه هذا لا يعني إطلاقا، ويجب أن لا يعني، ويجب أن يطمئن كافة الأطراف أننا لا ننوي ولن وليست من تركيبتنا وعقيدتنا أن نضر بأحد يعني. هل تعتقد بأن الواقعية السياسية التي ستحكم ما تبقى من هذه الفترة في ملف سد النهضة، يعني هل الأمور بناء على مبدأ الواقعية السياسية أن يعني الموضوع ده ماضي ماضي هو كفيل بتسهيل عمل اللجنة التي ستقوم؟ والله أنا لسه أخذك لورا شوية. يعني أنا أعتقد إنه السد ما مفروض كأمر واقع، أمر متفق عليه. الآن ما عندنا وثيقة على مدى التفاوضات التمت بتقول هذا الأمر يجب أن لا يتم. كل الذي أمامنا هو كيفية الملء بحيث أننا لا نحدث أثر زابال لا على مصر ولا على السودان، ودي ما بتتم إلا بالعمل المشترك. أما في فترة 15 سنوات الخلاف في مدى الزمني يعني هو دي مفروض نقعد نشوف الملء ده. هو طبعا ما في سنوات بيقول عشان ريجيت كده نقول 5 أو 3 أو 10 أو 10 أو غيره. نحن مفروض نجلس نشوف إذا توالت سنوات عالية الإيراد نملة كيف وفي كم، وإذا توالت سنوات شحيحة الإيراد نملة في كم، وإذا توالت سنوات متوسطة الإيراد نملة كيف وفي كم. ده المفروض يحصل. بعد ذاك السنة أنت من بدايتها بتبدأ تشوفها بتشبه يات سنة وبتعرف دي كانت عالية وغيره، وبتبدأ تضع خطط أولية، ثم بيحصل الأدجسمنت اللي بيحصل العادي لعمليات الملي أثناء سير العمل. يعني اللجنة سترجع إلى الرؤساء مجددا على الأقل ترفع تقريرها.
لأنه هل اتفقت أو لا ولا كذا، يعني المفروض نرفع تقرير. نعم هذا ما فهمنا. في ظرف شهر ترجع ثاني للرؤساء إذا إذا ما اتفقت، ولا على كل حال على يعني. كل حال نرفع تقرير إذا القرار ثاني مجددا في قمة قمة رئاسية. نعم كلمة أخيرة قبل الختام. والله نحن عقيدة إنه نهر النيل يستحيل أن يكون غير مصدر إلا للخير والبركة والتآلف بين الشعوب والناس، ونحن نؤمن بأننا شركاء في النار والماء والكلى كما جاء في هذه الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس لنا أي نية الإضرار بأي شعب كان، هذا ليس من عقيدتنا ولا اعتقادنا ولا مروءتنا كسودانيين، ولا بنعرف الغدر ولا الخيانة ولا أي هذا من هذه الصفات. سنمضي مسنودين بحسن الخلق والعقيدة في أننا لا نضير أحدا، لكن في ذات الوقت لن نقبل ولن نستطيع ولا بنقدر نقبل إنه حقنا يضام. وإذا ما راعينا القضايا دي كلها ومشينا على أساسها بإذن الله حتكون نهاية سعيدة، وكل الشعوب إن شاء الله تمضي للأمام بإذن الله. يعني بيسمع كلامك السيد الوزير يقول كأنما الأزمة في حقيقتها هي بين السودان ومصر، وهذا رأي البعض أنه المشكلة دي الآن في حقيقتها هي بين السودان ومصر. والله يعني بناء على الحيثيات يعني العملية. والله شوف، هو السد أصلا 20 كيلومتر من حدود السودان وبيولد كهرباء، فيه تحدي انك تملاه بطريقة ما تعمل مشاكل لأي طرف، وتشغله بطريقة تدي الفوائد لأسيوب من حيث أخذ الطاقة من الماء وتفك الموية تمشي. وبالتالي قد تشوف كده أسيوبيا، واحد قد يقول وين المشكلة معاهم، ولكن المنشأة موجودة في أسيوبيا والتعامل فيها، لكن بطبيعة المنشأة نفسها هي لا تستطيع أن تخزن أكثر من مرة واحدة، أو تقول متوسط الإيراد متوسط ونص، لكن إذا خلينا التخزين الميت تحيط معناتها لازم يتفرغ كل سنة السد. فبالتالي لا يستطيع لا تستطيع الجهة اللي بتشغل السد تعمل ضرر، لأنه في نهاية المطاف لازم يفرغ عشان يشيل السنة الجاية، ما زي السد العالي. السد العالي قدره مرتين ونص أو مرتين وربع، يستطيع يملى السنة دي وما يطلع موية نظرية، ويملى السنة الجاية وما يطلع موية، ثم السنة اللي بعدها يعمل ربع الكمية ونصها دون أن يكون محتاج يفرغ. هنا ممكن يحصل أثر بليغ إذا كان صد النهضة بحجم السد العالي، ولكن بحجمه الحالي ما أتوقع تكون فيه مشاكل. أنا والله شخصيا انطباعي إنه إذا سميناها أزمة أو شكوك أو تخوف ناجمة من حاجة واحدة، اللي هي ماذا لو، هذه الكلمة what if، ماذا لو، ماذا لو. أنت لو أطلقت الخيال جالس في مصر مثلا وبتسأل ماذا لو، ماذا لو فعل السودان، ماذا لو لم يفعل، ماذا إذا حدث، ماذا إذا حدث، طبعا دي إن لو تفتح عمل الشيطان، وممكن تفتح باب أبواب جهنم لأسئلة لا نهائية. الحل في بناء الثقة، الحل في الاحترام المتبادل، الحل في التعامل على مستوى متكافئ في أننا نحفظ العهود والمواثيق. هل بعد القمة هنالك فرصة لكل هذه المفروض يعني أنه يتم الحل في كده، الحل في كده، الحل في كده؟ هل الآن نستطيع أن نقول على ضوء هذا اللقاء والأمل الذي ضخاه، الآن في فرصة لهذه الأشياء أن تبقى يعني؟ أعتقد الفرصة دائما موجودة، وأعتقد الأصل إنها تكون أقصد الاستثناء تكون ما موجودة، لكن الأصل الفرصة موجودة، والأمور بتنضج بمرور الوقت. الناس بتعارفوا أفضل، بيعرفوا نوايا بعض أفضل، بالتجارب الناس بيشوفوا حقائق الأمور. أعتقد الأمور كلها ستمضي إن شاء الله في اتجاه تعزيز الثقة بين البلد الثلاثة بلاد إن شاء الله. سيد معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء، شكرا على هذه الإفادات المهمة حول نتائج القمة الثلاثية. بعد الفاصل الأستاذ ضياء الدين بلال والأستاذ محمد لطيف وقراءة أخرى لنتائج هذه القمة، خليكم معنا إن شاء الله.